أستاذ محمد حمدي، كنت بعمل معاه مسلسل اسمه السر. المسلسل ده كنت بعمل فيه دور صغير، كان 3 مشاهد بالظبط، بس هو كان فضل فاكرني يعني، وطلبني ان انا اعمل كاستنج على الفيلم وعلى دور روح فيلم الورشة. ذاكرت، قعدت حوالي شهر ونص ذاكر في الفيلم ده وفي تفاصيله، لان الشخصيه كانت شخصيه مركبه. هي بنت جايه من الارياف تشتغل ممثله، وهي اصلا مش متعلمه ولا اي حاجه. هي ممكن يكون كبرها انها اتعلمت ابتدائيه او حاجه كده، واهلها من الثقافه بتاعتهم ان هم بيخلفوا عيال كتير عشان خاطر يخلوهم يشتغلوا، البنات تشتغل في البيوت والولاد ان هم يشتغلوا في يعني صناعات اسمها حرف، الولاد يشتغلوا حرف والبنات تشتغل في البيوت. فكانت القصة بتاعتها قاسية جدا، ان هي كمان في سن صغيرة اتعرضت انها تشتغل جوه بيت، والست اللي هي تشتغل عندها بتعزلها وبتضايقها، و حتى مش مخليها ان هي تاكل كويس الحاجات دي، وبتتعرض لتحرش ما من صاحب البيت برضه. فبتهرب وبتروح انها تحقق حلم ان هي عايزة تمثل، لان هي قابلت ممثلة فعملتها بشكل كويس قوي، فليه ما اكونش انا كمان ممثلة، فعشان كده بقت ممثلة. وده كله بيتعمل في مشهد ماستر سين في الفيلم. هو انا ما كانش اول مرة اشتغل معاهم، اشتغلت قبل كده مع استاذ نضال في مسلسل السر، واشتغلت مع استاذ سهر في مسلسل زيبق كان 2017 مع استاذ كريم عبد العزيز. طبعا اكتر استفاده ان فكره ان ما يبقاش ان هم بيشجعوا الناس. يعني انا في المشهد الاخير كان فيه عياط كتير وكلام من ده، فانا لقيتها اتاثرت بيا ووقفت معايا وفضلت ان هي بتساند جوه المشهد نفسه، وبعد المشهد لقيتهم كلهم سقفوا، فانا كنت مبسوطه من اللي حصل ده، ان في تشجيع. الموضوع مش اللي هو بس يعني ايه، اه تمام انتي واخده فرصه معانا فخلاص، لا كان في تشجيع جوه اللوكيشن نفسه. دي كانت اسمه حسن ابراهيم، بيعمل خاصيه اسمها خاصيه الديب فيك، اللي هو دي خاصيه ممكن تستخدم بشكل وحش جدا، ان الناس مثلا تاخد وش حد تركبه على وش حد تاني ويعمل فضيحه ويعمل حاجات مش كويسه خالص. فماذا لو هذه الخاصيه او هذه التكنولوجيا استخدمت بشكل لطيف او شكل جميل؟ ان مثلا سعاد حسني جاي لنا من بعد 20 سنة، بعد كل اللي فات ده، وبعد ما اللي حصل ان هي توفت وممر بكل ده، لقيناها بتعايد علينا وبتقول لنا كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم والكلام ده. ده اللي كان حاصل في الفيديو، ودي كانت الرسالة، ان احنا بنعيد ذكراها. وكفاية كلمة الله يرحمها الكتير اللي اتقالت اصلا على الفيديو. في ناس كتير افتكرتها بالرحمة، وافتكرت أعمالها، وافتكرت ابتسامتها، وافتكرت إن قد إيه هي كانت حلوة وفنانة عظيمة طبعا.